تطورات دراماتيكية متسارعة شهدها اليمن في ظرف وجيز قد تغير المشهد السياسي بشكل كبير. فمدينة عدن باتت على مرمى المسلحين الحوثيين بعد سيطرتهم على قاعدة العند العسكرية وتقدمهم في اتجاه حوطة لحج المتاخمة للمدينة. تقدم مسلحي الحوثي صوب عدن لم يستغرق وقتا طويلا، لا سيما من جهة جبهة تعز لحج، بينما تزداد ضراوة المعارك المستمرة في جبهة الضالع بين المسلحين الحوثيين واللجان الشعبية الجنوبية. قتال يحول حتى الآن دون تقدم الحوثيين صوب عدن من هذه الجبهة. يعزى هذا التسارع في الأحداث إلى أن هناك تواطؤا واضحا من بعض وحدات الجيش اليمني كالحرس الجمهوري وقوات الأمن الخاصة. أيضا كان التعويل على اللجان الشعبية خطأ كبيرا، إذ يفتقد عناصر هذه التكوينات إلى التسليح الكامل وإلى التدريبات أيضا. ومع الحديث عن تقدم المسلح الحوثي نحو عدن ساد الغموض بشأن مصير الرئيس هادي. ففي ظل تواتر الأنباء عن مغادرته عدن نحو جهة غير معلومة، تؤكد مصادر في الرئاسة اليمنية أن هادي ما زال موجودا في مكان آمن في المدينة ويتابع ما يجري من غرفة عمليات خاصة ولا يعتزم المغادرة. ربو منصور هادي اعتقد انه سيغادر البلاد خلال الساعات المقبله او الايام المقبله، لان الواقع الحالي الذي تتحكم فيه قوات السلاح ليس في صالحه اعتقد. أمام كل هذه التطورات، كانت مصادر تابعة للحوثيين قد أعلنت اعتقال وزير الدفاع محمود الصبيحي وفيصل رجب قائد اللواء 119 خلال المواجهات في محافظة لحج. وقد أسفرت تلك المواجهات عن سيطرة الحوثيين على مدينة الحوطة مركز المحافظة المتاخمة لعدن، كما أعلن عن توقف لحركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي لدواع أمنية. وفي محاولة لتدارك تسارع الأحداث على الأرض، أعلن وزير الخارجية اليمني المكلف رياض ياسين من القاهرة عن وجود مشاورات عربية لتدخل عاجل من أجل احتواء الموقف في اليمن.